النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت، مساء الخير. أهلا بكم. اليوم كان الاجتماع الثلاثي، وغدا سيكون انعقاد للمجلس الأعلى للدفاع، وبعد غد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري. ومن غير المستبعد أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة للمجلس النيابي أو للجان المشتركة، وكل هذا تحت عنوان تنشيط المؤسسات، وهذا العنوان الذي كان للاجتماع الثلاثي. للاجتماع أيضا كان عنوان ثان، وهو مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وغدا يجري نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد محادثات في بيروت، وتدرس المراجع اللبنانية إمكان التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة حيال التهديدات الإسرائيلية لبلوك الغاز اللبناني التاسع. وفي شأن آخر، دبت الفوضى في مسألة الأقساط المدرسية، فزادت إدارات المدارس الخاصة ما بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة على قسط كل تلميذ، ويجهد وزير التربية مروان حميدي لوقف هذه الفوضى. إذن الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري مثمر. أكثر من ملف طرح في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في قصر بعبدة على مدى ساعة وربع. اجتماع وصف بالمثمر بنتائجه الإيجابية، ليخرج بعده الرئيس بري والرئيس الحريري ليؤكدان أن بيانا سيصدر يعبر فعلا عن ما حصل. جلسة مثمرة، وهناك بيان رسمي سيصدر عن الاجتماع فعلا يعبر عما حصل. أول شيء يعني مثل ما قال دولة الرئيس نبيه بري أنه كان اجتماع مثمر جدا والنتائج إيجابية إن شاء الله. كان الجو كثير إيجابي، كان يعني شرح لكل المرحلة السابقة، وفي انفتاح كبير بين كل يعني بين الجميع، وإن شاء الله حتشوفوا العمل خلال هالأشهر القادمة بشكل كتير كبير، والتعاون بيننا جميعا عشان مصلحة المواطن اللبناني. نحن اللي بهمنا بهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس وأنا شخصيا، هو أنه نحن كيف بدنا نتقدم بهذا البلد. فإن شاء الله الأمور كلها إلى حلول حقيقية بكل الملفات. تركيزنا اليوم حيطلع بيان الآن من رئاسة الجمهورية بفصل كل هذه الأمور، والتركيز على عمل الحكومة والتشريع وعلى المؤتمرات اللي قادمة، إن كان بروما ولا إن كان بباريس، وكل الأمور اللي كان فيه عليها خلاف انحلت إن شاء الله. وبالفعل صدر البيان ليشير إلى الاتفاق على ثوابت عديدة من دون تسمية الأمور بأسمائها، لتوضع أرضية للعمل في المرحلة المقبلة. حضرت التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، فرأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب. واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال لتعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد الأربعاء، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية. المجتمعون تطرقوا إلى الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مؤكدين على وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار
الاستقرار الذي تنعم به البلاد، لا سيما وأن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية والنهوض باقتصاده وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه. واتفق المجتمعون على وجوب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، لا سيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية، كي يتمكن اللبنانيون من خلالها من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لا سيما وأن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الأولى منذ قيام دولة لبنان الكبير، كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة العام 2018 في أسرع وقت ممكن. وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الأداء السياسي إلى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن. ملف الطاقة حضر في بعبدة، والرئيس عون يدعو العاملين في الوزارة لمواصلة الجهود التي بدأت تعطي ثمارها رغم الصعوبات. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون العاملين في وزارة الطاقة والمياه إلى الاستمرار في الجهود التي يبذلونها من أجل تنفيذ الخطط الموضوعة والتي يستفيد منها الجميع نظرا إلى فوائدها الاقتصادية والمعيشية وعائداتها للدولة، مشيرا في خلال استقباله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع وفد الفريق الاستشاري للوزارة إلى عراقيل سياسية كانت تمنع تطبيق الخطط الموضوعة في هذا المجال، ما أدى إلى عجز وصل إلى نحو 37 مليار دولار. مشروع الكهرباء يلي كان لازم يتنفذ مبدئياً تخطط سنة 2010، وافقت الحكومة عليه بحزيران 2010، وكان لازم يخلص بال 2014 وحتى بال 2015 يكون في عنا احتياط، لأنه طبعاً المصروف كل سنة بده يزيد عن سنة، وكان محسوب كمان بأي مرحلة كمان لازم نزيد الطاقة، لأن هيك بيحكي العلم، هيك بتحكي قواعد الشغل وقواعد التخطيط. ولكن مع الأسف السياسيين يلي كانوا موجودين بالحكم ما وضعوا الرساميل الكافية لحتى نطبق الخطة هيدي. ما كانت العرائيل المادية موجبة لأن كانت متوفرة، ولكن كانت العرائيل سياسية. الوزير أبي خليل لفت إلى أن إنجازات عديدة تحققت في سنة ساهمت في تأمين الكهرباء والمياه للمواطنين. النائب وائل أبو فعور من عين الديني، لقاء بعبدة إيجابي، وتجاوزنا فترة معتمة من يومياتنا السياسية. مرحلة سوداء طويت والأمور عادت إلى المؤسسات الدستورية وفق اتفاق الطائف، هذا ما نقله النائب وائل أبو فعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني عقب انعقاد اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري. وإذ اطلع أبو فعور على أجواء هذا اللقاء أكد أن التهديدات الإسرائيلية شكلت المحور الأساسي، مشيرا إلى أننا ذاهبون إلى المزيد من الصراع مع إسرائيل حول النفط، داعيا للحفاظ على وحدة الصف لمواجهة هذه التهديدات. أعتقد بأننا اليوم قد أزلنا فترة معتمة من يومياتنا السياسية، أو تخلصنا من فترة معتمة من يومياتنا السياسية، وبشرنا طريق العودة إلى جادة الصواب الدستوري والمؤسساتي في الموضوع الأساسي الذي كان هو محور الاجتماع، موضوع التصدي للمحاولات الإسرائيلية للاعتداء على سيادة لبنان سواء عبر الجدار الفاصل في المناطق الجنوبية على حدود فلسطين المحتلة، أو في موضوع النفط والغاز. الموقف اللبناني هو موقف موحد متضامن بواجهة هذه الاعتداءات وهذه التهديدات في الداخل اللبناني. كما قلت، آمل أننا قد عدنا إلى جادة الصواب الدستوري والمؤسساتي. هناك قضايا تم الاتفاق عليها، وسيرى المواطنون اللبنانيون نتائج هذه الاتفاقات في القريب العاجل على صعيد عمل الدولي، وهناك قضايا ستكون محور نقاش، وآمل أن نصل
إلى حلول لها في وقت قريب جدا. وفي عين التين سفيرة كندا الجديدة إيمانويل لامورو في زيارة تعارف وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة. الرئيس الحريري توجه إلى القيمين على أوجيرو بوجوب أن يكون لدينا سرعة قياسية في الإنترنت. رئيس الحكومة سعد الحريري وفي كلمة له خلال إطلاق استراتيجية أوجيرو أكد أن عمل أوجيرو هو عمل أساسي في البلد، وهي تبني مستقبل أفضل لأولادنا، ونحن اليوم في عصر له علاقة بالتكنولوجيا، وأضاف آمل أن نرى لبنان من المتصدرين في هذا المجال. يعني وجود البرودباند، الفايبر أوبتيك، كل هالمشاريع اللي هي فعلا بتعمل الاقتصاد الجديد وبتبني مستقبل أفضل لأولادنا هو الأساس بالنسبة لإلي، لأنه نحن اليوم بعصر كل شيء له دخل بالتكنولوجيا. إذا منروح بأي بلد تاني بغير لبنان بأوروبا ولا بوين مكان بآسيا بأمريكا وين مكان، بتلاقي أنه هيدي التكنولوجيا هي أكثر تكنولوجيا بيصير فيها استثمار. ليش؟ لأنه بتخلق فرص عمل لكل الناس، للشباب للكبار للصغار. نحن اليوم العمل اللي لازم يصير واللي عم يصير اليوم بأوجيرو بوزارة الاتصالات هو انه نشتغل ليل نهار حتى نحقق شو بده المواطن اللبناني. يجب علينا ان يكون في عندنا سرعة قياسية بالانترنت، يجب انه هذه الخدمة ما بحياتها تنقطع. وزير الاتصالات جمال الجراح أعلن بدوره أننا بدأنا ورشة الإصلاح والتحديث والبناء واستعدنا حقوق الدولة كاملة على الخط البحري، مشيرا إلى أنه من حق اللبنانيين أن يكون لديهم وسائل تواصل واتصالات. الرئيس الحريري التقى مسؤول التمويل في الاتحاد الأوروبي لدول الجوار، وكان عرض لخطة الإنقاذ الاستثمارية ولائحة المشاريع المدرجة فيها. ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من بلدية الفاكهة برئاسة رئيس البلدية نصري محي الدين، عرض معه أوضاع البلدة. اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح أنه في ذكرى توقيع وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله أن العملاقين استشرفا الضرورات الوطنية الكبرى التي استدعت الاتفاق، وبعد 12 عاما على هذا الاتفاق نحن نكرسه عميقا بين اللبنانيين كي لا يستطيع أحد سلخه. لعله من المهم التأكيد في هذا التوقيت بالذات أن مثل هذه التفاهمات ليس من قبيل التحالف السلطوي العابر أو المصلحي أو النفعي أو الإقصائي، بل هو قبل أي شيء آخر من قبيل الركائز التي يقوم عليها العيش الواحد تحت سماء واحدة لشعب واحد على مختلف أطيافه وطوائفه ومذاهبه. أن وحدتنا الوطنية هي الحصن المنيع الذي يحمي الوطن من حمم البراكين وعدوان الكيان الصهيوني وإرهاب التكفير، وأن الدولة، نعم الدولة، تبقى الملاذ من رأس الهرم إلى السلطات جميعا، وأن الجيش هو العمود الفقري للدولة القوية والقادرة على حماية تخومها وشعبها. عبرت كتلة المستقبل النيابية عن ارتياحها للاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، ورأت فيه خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة التباينات السياسية وضبط إيقاع الحملات تحت سقف الحوار وعمل المؤسسات الدستورية مع الالتزام الكامل باتفاق الطائف. وتوقفت الكتلة عند الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وطوت مرحلة عابرة من التجاذب السياسي والإعلامي، وهو أمر من شأنه أن يلقي بنتائجه طيبة على عمل المؤسسات ويسحب فتيل الاحتقان من الشارع. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع التقى رئيس حزب الرامك فار أفيديس داكسيان، وتم الاتفاق على تحالف انتخابي سياسي على أن يتم إعلان الترشيحات في الأيام المقبلة. كشف النائب وليد جنبلاط أنه اتصل بوزير الخارجية جبران باسيل ونصحه بالاعتذار من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحين أجابه باسيل بأنه أعلن عن أسفه في صحيفة الأخبار رد جنبلاط بأنه غير كاف.
ورأى جملاط أن الكلام غير السليم الذي خرج على لسان باسيل كان يستدعي إصدار بيان للاعتذار عما جاء في الفيديو، وأضاف: الاعتذار ليس خطأ، فأنا في الماضي قلت كلاما واعتذرت عنه. وأكد جملاط أن الرئيس بري كبير وهو واحد من أركان الطائف، وهناك حلف تاريخي عاطفي سياسي نضالي قديم بيننا في بيروت والشام وحين أسقطنا معا 17 أيار، مؤكدا أن الرئيس بري ضمانة. جملاط شدد على أنه لن يزور السعودية في حال دعية بهدف إعادة إحياء ما يسمى فريق 14 من أذار أو حثها على خوض الانتخابات بشكل موحد، وقال: لم أذهب سابقا لأنني لا أريد أن أكون في محور ضد محور ولن أفعلها اليوم، مشيرا إلى أن العلاقة مع الرياض جامدة، ولفت إلى أن لا رسالة وصلت إليه في هذا الشأن، لكن عدم زيارة السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب لنا هو مؤشر. أحييكم من جديد. عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارع الأسمر مؤتمرا صحفيا طلب فيه تصحيح الأجور في القطاع الخاص، داعيا لجنة المؤشر لاجتماع عاجل لوضع هذه القضية في مسار التنفيذ، كما طالب الأسمر برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 1.5 مليون ليرة، ودعا إلى حوار هادئ ينصف العامل. وزير التربية مروان حمادي أوضح أنه يشجع الحوارات والاتفاقات الرضائية، مؤكدا أن الحلول موجودة إذا قررت الدولة مساعدة من خلال مجلس النواب. أنا من الأساس كنت مقدم قانون، مش اقتراح قانون أو مشروع قانون معجل بالجدول، على أساس بيبقى 46 مثل ما هو، بس من جد والتطبيق حتى بآخر ثالث سنة، هذا كان اقتراحي في تحفظ يمكن من النقابة على ذلك. لا، ما عم بعدل التشريع، عم بعمل خريطة طريق لتطبيق التشريع، لتسهيل حيازتكم على حقوقكم، لتسهيل على الأهل أنه يقدروا يدفعوا بنعومة على 3 سنين زيادات، وتسهيل على المدارس المتعثرة من مش الرأسمالية أنه تقدر تواجه وما تفلس وتسكر البوابة. نحن عطينا مذكرة نقلنا فيها طلباتكم، نقلنا فيها هواجسنا كمعلمين من القانون 46 وما تعملوا يعملوا اتحاد مؤسسات تربوية. تعاطف موجود، تعرفوا معالي الوزير عنده مشروع قانون مقدمه كطريقة حل آلية تطبيق. نحن كنيابة أعلننا أنه نحن رافضينه لسببين: نحن مش عنا التأزم، واللي قالكم إياه أنه ممكن في مدارس متعثرة للزميل اللي سأل للزميل، ايه في معايير محطوطة، مش مدرسة فيها 3000 تلميذ متعثرة، في معايير محددة، وهيدي ايجابية من المجلس وايجابية منكم انتو يلي زملاء راحوا على مدارس هن عثروها، مش انتو اللي عثرتوا مدرستكم اللي فيها، وبرضو عم بتقولوا لكم هيدا بيتنا ورزقنا، ونخليكم انتو تعملوا شي بس عشرت تحت القانون 46 وال6 درجات. زميلي اللي عم تسأل، لو ما بدنا، لو عم نساوي مع ال6 درجات انتهى الموضوع من زمان. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ووزارة الإعلام. تم في وزارة الإعلام توقيع خطة تعاون بين مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ووزارة الإعلام بهدف الترويج والتنفيذ لأهداف التنمية المستدامة من صحية وبيئية وتأمين فرص العمل للشباب ومكافحة الفقر وغيرها، وتتضمن الاتفاقية تعزيز الشراكة بين الجانبين. رح تدعمنا الوزارة مشكورة بأنه نستفيد من خدمات الجهات التابعة لها، وتحديدا تلفزيون لبنان، إذاعة لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام، ومديرية الدراسات والمنشورات.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد بيوم حريت الصحافة بأيار الماضي على أن الصحفيين هن صوت من لا صوت لهم، وشدد على الحاجة لقادة يدافعون عن حرية الإعلام وعلى توفير الحماية للصحفيين، لأنه كلماتهم وصورهم ممكن أن تغير العالم. خلونا ما نستخف بهالقدرة والمسؤولية اللي مؤتمنين عليها الإعلاميين. الوزير ملحم الرياشي أكد على أهمية هذه المذكرة وتحدث عن الهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام، منوها بالاتفاقية الموقعة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت. وأهمية المذكرة كمان أنه رح تكون حاضرة مبادرات وزارة الإعلام على صفحات الأمم المتحدة بطريقة مختلفة، بالأخص أنه نحن عم نحضر هيكلية جديدة لوزارة الإعلام ستبصر النور بوقت كتير قريب، ما عاد في تأخير كتير فيها، هي واقفة مجلس الخدمة المدنية ولكن على وشك أنه تصدر لوزارة الإعلام تطل على اللبنانيين بحل جديدة، وزارة الإعلام والتواصل والحوار. لبنان بطبيعته منبر أساسي للحوار بين الحضارات، بين الثقافات، بين السياسات، بين الشعوب، بين كل الناس، كيف بالحري إذا منه عنده بنية تحتية جاهزة لتلقف هذا الموضوع. وزير الداخلية نهاد المشنوق التقى توم باراك، وهو محام وسياسي وخبير اقتصادي كبير عمل لفترة كمحام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو صديق شخصي له، وقد حضر باراك مع أبنائه. باراك من أصل لبناني تسلم إخراجات قيد أولاده بعد استعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية، وقد عبر عن فرحه وفخره واعتزازه باستعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية. وجرى البحث خلال اللقاء في الوضع اللبناني والمنطقة والعلاقات اللبنانية الأمريكية والأوضاع العربية وخاصة القضية الفلسطينية. شدد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان أننا بإرادتنا فرضنا صيغة العيش المشترك، ودعا في خلال كلمة له في ذكرى انتفاضة 6 شباط لاستقراء الأخطار المحيطة والتنبه إلى أثارها على المؤسسات، مؤكدا الذهاب إلى الانتخابات النيابية بالثبات والثقة مع الحلفاء في حزب الله أولا والأصدقاء ثانيا. ومزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. منح رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الكاتبة إيميلي نصر الله وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور تقديرا لعطاءاتها الأدبية، وقلدها الوسام وزير العدل سليم جريصاطي في منزلها في الحمراء. استقبل وزير النازحين معين المرع بوفد سويسري تطرق خلاله إلى مسألة النزوح السوري والأزمة الكبيرة التي يشكلها. كرمت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس إعلاميين في حضور الوزراء حصباني رياشي وتويني وعدد من النواب، وقد شددت الكلمات على عدم الارتهان وقول الحقيقة. استقبل النائب سليمان فرنجي في ابن شعي الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعم طلة هاشم، يرافقه الرئيس السابق الأباتي طنوس نعمي وأمين السر العام الأب ميشيل أبو طقة. أعلن النائب مروان فارس عزوفه عن الترشح للانتخابات انسجاما في إفساح المجال للآخرين في الحزب لخوض غمار العمل السياسي واستمراره في الحياة السياسية والحزبية. استقبل سماحة شيخ عاقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الوزير السابق إبراهيم شمس الدين ووفدا من المجلس الإسلامي العربي، كما استقبل شيخ العاقل سفير لبنان المعين حديثا في الهند ربيع نرش، واستقبل رئيسة الجمعية الدرزية في فرنسا ناريمان بركات ومفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الرئيس. استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون وفدا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ضم السيدين محمد أنصو وعبد السلام شكر والسيدة ندى جيم كريمة العماد الشهيد جان جيم. أطلق رئيس كاريتاس لبنان الأب بولكرم حملة المشاركة لعام 2018 تحت شعار ورا سعادتنا سر، وتبدأ بقداس في بكركي الأحد وتنتهي في 22 نيسان. في طرابلس وفي منطقة الحريش انهار سقف منزل، وقد طلبت العائلة المنكوبة المعنيين بتعويضات بعد الكارثة التي ألمت بهم. أهلا بكم من جديد. في سوريا ضربات جوية في إدلب، والأمم المتحدة تطالب بوقف الأعمال العدائية في سوريا.
في الوقت الذي ما زال الميدان في إدلب ملتهبا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية قتلت 5 أشخاص على الأقل في قرية بمحافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة، طالبت الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية في سوريا، حيث دعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا لوقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين. ووصف بيان للأمم المتحدة الوضع في سوريا بأنه عصيب، كما أعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب أنهم فتحوا تحقيقا في تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية والكلور في سوريا. وعلى جانب متصل صدر بيان للخارجية الروسية أشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيره الفرنسي أن نتائج مؤتمر سوتشي أعطت نبضة إيجابية جدا على طريق الحل. من جهة ثانية، شنت القوات الحكومية السورية المدعومة من قوات متحالفة معها وسلاح الجو الروسي هجوما على المناطق الجنوبية من إدلب، وهي أكبر منطقة ما زالت المعارضة التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد تسيطر عليها. هذا وقد أعلن المرصد السوري مقتل 41 في ضربات جوية في الغوطة الشرقية قرب دمشق. ومن الجانب التركي، قالت القوات المسلحة التركية في بيان أن جنديا قتل وأصيب 5 في هجوم بالصواريخ وقذائف نفذه مسلحون الاثنين خلال إقامة القوات التركية لموقع مراقبة في محافظة إدلب السورية. بالمقابل، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التدخل التركي يهدد الأمن النسبي الموجود في سوريا ويعيد تفعيل الحرب الداخلية، لافتا إلى أن استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة لأسلحة أمريكية في سوريا يحمل دلالات خاصة. أدى حادث تصادم بين 44 مركبة في شارع الشيخ محمد بن راشد في أبو ظبي إلى إصابة 22 شخصا بإصابات متنوعة، وذلك بسبب الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق. ابعدوا يا ساتر، السيارات على حادث سير. الله رحمنا والله حمان، الله حمان، الله حمان والله رحمنا. صفحة أخبار العالم مع داني حرب. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نازا تقوم حاليا بوضع خطة لدراسة كيف يمكن للثورات البركانية أن تبرد الأرض، وتتضمن الخطة إرسال بالونات على ارتفاعات عالية في الهواء لمراقبة فورة بركانية. فعندما يمزج ثاني أكسيد الكبريت ببخار الماء المنقول جوا، فالاثنين يخلقان الهباء الجوي الذي يعكس أشعة شمس. وحدث ذلك في عام 1991 عندما أرسل بركان فلبيني 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي، فنزلت درجة الحرارة عالميا بمقدار درجة واحدة مئوية. تواجد نجم هوليوود كلينت إيستوود في لوس أنجلوس لإطلاق العرض الأول لفيلم The 1517 to Paris، الذي يروي قصة حقيقية لثلاثة أبطال أمريكيين تمكنوا من انتزاع السلاح لأحد الإرهابيين في قطار الفرنسي عام 2015، وقد نال الأبطال 3 ميدالية شرف من الدولة الفرنسية على أعمالهم الشجاع. توفي الممثل التلفزيوني جون ماهوني المعروف بمارتن كرين في الكوميديا التلفزيونية الطويلة فريزر عن 77 سنة. ولعب ماهوني 11 موسما دور الأب الغريب الأطوار، وحصل على جائزة ساغ، جائزتين إيمي، جائزتين جولدن جلوب لعمله المضحك في فريزر. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.